اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشره من زلا اقليم ميدلت. يا ربي السلامه. تساقطات المطريه الرعديه التي يعني المنطقه كلها غارقه بالماء، والماء ايضا كيهبط من قمه جبل النزاله، واللي كنشوفوا الان يعني واد النزاله اللي غرق وكذلك بالماء، وكنشوفوا وقوف رجال السلطه مشكورين، وايضا سعاده القائد اللي في هذه الاثناء متابعي قناه شوف تيفي يسهلون ماموريه مستعملي الطريقة الوطنية رقم 13. لولا تدخل السلطات المحلية متابعي قناة شوف تيفي ما غادي نشوفوا يعني لأن الناس يعني واقفة أمام واد النزالة، والسلطات المحلية متابعي قناة الشعب في هذه الأثناء ليل نهار يشتغلون لتسهيل مأموريات كل مستعملي الطريق موازاة وكذلك مع الدخول المدرسي. فالله يحضر السلامه كيف ما كنشوفوا ايضا متابعي قناه الشعب ان الحموله المائيه يعني الحموله كانت يعني جد قويه، والساكنه ساكنه اقليم ميدلت وايضا مدن الجنوب الشرقي اللي في هذه الاثناء متابعي قناه شفت في اغلبيه ديالهم يعني عندهم فقط الديور ديال الطين، والتساقطات الحمد لله يعني جات قويه ورعديه اللي خلات كل الوديان حملوا. وبعض ساكنه المنطقه اللي فضلت انها تقطع على رجليها يعني كيحاولوا ما امكن خوفا من اي خطر يمكن ان يقدر يكون، الا وان الناس يعني كتحاول ما امكن تمشي على رجليها تقطع الطريق هكا. فالله يحضر السلامه مزيد من الحيطه والحذر لكل مستعملي الطريق الرابطه بين مدينه الريش وايضا ميدلت. فالسلطات المحليه في هذه الاثناء وقفه على قدم وساق لتسجيل ماموريه الطريق. فدائما نجدد الترحاب والتحيه لكل متابعي قناه شوف تيفي، وتبارك الله خيرات الله ولله الحمد بعد جفاف اللي شهدته يعني المناطق وخصوصا مدن الجنوب الشرقي، والان يعني الحمد لله كنشوفوا يعني ان الواد ولله الحمد يعني مجموعه من الوديان ديال اقليم الرشيديه واقليم ميدلت ومجموعه من اقاليم المملكه المغربيه العلويه الشريفه كتشهد حموله مهمه جميع الوديان، وجبل النزالة متابعي قناة شوف تيفي اللي خلى كل ساكنة المنطقة أنها تخرج في هذه الأثناء، واللي أيضا مشتاقة تشوف وكذلك هذه التساقطات المطرية واللي كانت الرعدية جد قوية. والآن كنشوف الطريق الرابطة بين مدينة ميدلت وبالضبط بين النزالة بين مدينة ميدلت والريش وبالضبط بين نزالة كانت الطريق مقطوعة، لكن ولله الحمد يعني مع تدخل رجال السلطة المحلية على رأسهم سعادة القائد اللي في الحقيقة يسهلنا مأمورية كل مستعملي الطريق. الحمد لله الذي انعم علينا هذا، والشكر الجزيل لكل متابعي قناه شوف تيفي اللي في هذه الاثناء متابعي قناه الشعب يحاولون يعني بالتعليقات ديالهم انقذوا ما يمكن انقاذه من طاطا طاطا يا طاطا اللي في الحقيقه فيضانات باقليم طاطا. فالله يحضر السلامه. الحمد لله على كل حال الحمد لله السلطات المحليه اللي كيقولوا باقليم طاطا في حصيله اوليه تفيد ان اربعه اشخاص قد لقوا مسرعهم في ما زال 14 شخص في عدد المفقودين على اثر التساقطات المطريه الرعديه القويه اللي عرفها الاقليم والاقاليم وكذلك المجاوره باقليم طاطا. والان متابعي قناه شوف تيفي اكيد هنا بنزالة كنشوفوا يعني تدخل رجال السلطه المحليه حفاظا على سلامه كل مستعملي الطريق الوطنيه رقم 13 على رأسهم سعادة القائد وكل من رجال السلطة المحلية اللي كيعطيو وكذلك التعليمات ديالهم لكل مستعملي الطريق باش انهم يتوخاو الحيطة والحذر. فتوخوا الحيطة والحذر، فأتمنى من كل مستعملي الطريق توخوا الحيطة والحذر باش انهم يقدروا يمروا من هنا بطريقة اللي هي سلسة وما توقعش حوادث.
سير خطيره. فأكيد أنهم عيون لا تنام بإقليم ميدلز. رجال السلطة المحلية في هذه الأثناء يسهلون مأموريات كل مستعملي الطريق. وانتم كيف ما كتشوفوا أيضا الطريق الرابطة بين الريش وميدلز وبالضبط بأنزلة اللي في هذه الأثناء متابعي قناة شوف تي في كانت مقطوعة لولا تدخل رجال السلطة المحلية. والآن يعني كنشوفوا استمرارهم في الطريق باش انهم يزيدوا يكملوا الطريق ديالهم ويستمروا في يعني فتح الطرقات اللي هي مقطوعه موازاة وكذلك متابعي قناه شوف تي في بالدخول المدرسي. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل متابعي قناه شوف تي في في التعليقات ديالكم وكذلك اللي معنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين، لكن الله يعطيها لنا على قد النفع لان مجموعه من ساكنه في المنطقه مساكن على حد يعني ما على الديور ديالهم عبطين ونحاولوا ما امكن نزلوا متابعي قناه شوف تي في ونشوفوا الواد يعني كيفاش حامل جراء هذه التساقطات الاخيره واللي شهدتها المنطقه. فاللهم صيبا نافعا، اللهم غيثا نافعا، والحمد لله على كل حال. وحذاري ثم حذاري كل مستعمل الطريق الرابطة بين مدينة ميدلت والريش وبالضبط بنزلة. هناك واد نزلة اللي هو حامل وكنشوفوا يعني رجال السلطة المحلية اللي كيسهلوا ايضا مأمورية مستعمل الطريق باش ما توقعش شي حادثة لا قدر الله. لهذا المزيد من الحيطة والحذار. واكيد شكرا جزيلا السي عبدو امستردام، اكيد اننا الحمد لله شعب واحد ويد واحده باش اننا نوصلوا ونبلغوا وكذلك الرساله باش الناس توخى الحيطه والحذر وترد البال وكذلك في الطريق. وهذه هي خيرات الله متابعي قناه شوف تي في اللي كنشوفوها الان في هذه الاثناء. وايضا كنشوفوا رجال القوه المساعده وايضا رجال السلطه المحليه اللي في هذه الاثناء متابعي قناه شوف تي في يسهلون ماموريه الطريق الرابطه بين مدينه ميدلت والريش. اللهم غيثا نافعا. وبغينا كل المتابعين والمتابعات يزودونا بجل المناطق اللي هي تعرضت الفيضانات وخصوصا مدن الجنوب الشرقي اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في شهدات حموله كبيره في الوديان. وحنا في الطريق متابعي قناه الشعب لكل من اقليم الرشيديه واقليم زاكوره واقليم ورزازات. تحياكم الله والشكر الجزيل لكل متابعي قناه شوف تي في ونحاول ما امكن ناخذ يعني الصوره من جهه اخرى ليتضح لكل المتابعين والمتابعات حموله هذا الواد. فاللهم غيثا نافعا، فاللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. الحمد لله على كل حال. فاللهم صيبا نافعا. واكيد ان بغينا كل المتابعين والمتابعات تبارك الله عليك، بغينا كل المتابعين والمتابعات وكذلك انهم يعرفوا ويشهدوا ان يعني مبعوث قناه شوف تي في في كل مجموعه من الاقاليم ديال المملكه المغربيه العلويه الشريفه انهم يعرضون وكذلك انفسهم للخطر حتى يعني باش انهم يعطيوا المعلومه لكل متابعي
قناه شوف تي في ويحذروا وكذلك كل مستعملي الطريق. اكيد ان طاطا اللي فيها الخسائر بزاف، واكيد ان شاء الله وصولا ان شاء الله الى بغى الله وكتب الله يعني الى طاطا. فهذه هي حموله واد انزله اللي في هذه الاثناء متابعي قناه شوف تي في كنشوفوا رجال السلطه المحليه والقوات المساعده يسهلون مأمورية كل من مستعملي الطريق الوطني رقم 13، فاللهم غيثا نافعا. فبغينا كل المتابعين والمتابعات وكذلك انهم يبارطاجيو وكذلك معنا هذا البث هذا حفاظا على سلامة كل المواطنين. كنعرفوا بعد الدخول المدرسي اننا كنشوفوا كنشوفوا مجموعه ديال الناس اللي كيرجعوا دابا مواساه مع الدخول المدرسي، انهم يحذروهم وكذلك يقولوا لهم بشويه عليكم ما يزربوش وما يغامروش، لان القوه ديال الماء يعني كتقدر انها تقدر تجر السياره. وشاهدنا يعني على عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعه من الخسائر الماديه والبشريه بتهور مجموعه من مستعملي الطريق، لهذا بارك علينا من التهور عافاكم حفاظا على السلامه ديالكم، حفاظا على سلامتكم. كنتمنى انكم ما تهوروش، فاللهم السلامه ولا ندامه. الانسان توخى الحيطه والحذر وبشويه عليه، لان الوديان اغلب الوديان وحموله مجموعه من الوديان جد 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 مهمه وخطيره، اللي خلات مجموعه من مستعملي الطريق انهم يوقعوا في كارثه اللي هي او طامه اللي هي كبيره. فالإنسان يمشي بشوية عليه ويحاولوا ما أمكن أنهم يتوخاو الحيطة والحذر. فاللهم سقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، الحمد لله يا ربي السلامة. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات. أكيد أننا عندكم عائلات ديالكم، عندكم وليداتكم، عندكم كل شيء، فتنتمنى أنكم تبارطاجيو هذا البث هذا يعني وتقولوا للناس اللي هما كيستعملوا الطريق انهم بشويه عليهم، راه الوديان حاملين حموله السدود عامره وحموله الوديان وكذلك عامره، فمزيد من الحيطه والحذر. فكنشوفوا ان عيون القوات المساعده وايضا قائد المنطقه ومجموعه من قياد اقاليم المنطقه انهم ما كينعسوش باش انهم يحافظوا على سلامه كل المواطنين. فلهذا كنتمنى منكم انكم توخاو الحيطه والحذر، اي وخصوصا في مدن الجنوب الشرقي، لانهم شهدوا لانها شهدات حموله اللي هي مهمه جدا ديال التساقطات المطريه. لهذا مزيد من الحيطه والحذر لكل مستعملي الطريق الوطنيه رقم 13 هنا باقليم ميدلت، ودخولا الى اقليم الرشيديه، وذهابا ايضا الى اقليم زاكورا وورزازات وطاطا، اللي في الحقيقه شهدات خسائر اللي هي ماديه وكذلك بشريه. وهنا كنشوفوا متابعي قناه شوف تي في فقط غير الواد ديال النزاله كيفاش داير. لهذا مزيد من الحيطه والحذر، واسمعوا يعني تعليمات السلطه المحليه، لانهم هم الادرى، هم أدرى بالواد. ديالي الله ما سمعت، حاول لا. ربما أحد المواطنين بغى يقول لي شي معلومة، ربما خصوصا على السيارة ديالي ولا خصوصا على سيارة شي مواطن. اها اشنو فيها؟ اها صافي ماشي مشكل. الحمد لله متابعي قناة شوف تي في، هنا متابعي قناة شوف تي في نرى حمولة هذا الواد
اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في كنقولوا حمدا لله وشكرا لله، لكن فكنتمنى من كل المتابعين انهم يتوخاو الحيطه والحذر، اللي في الحقيقه ما بغيناش يوقعوا شي خسائر بشريه جراء هذا الحموله المهمه اللي شهدتها كل من اقليم ميدلس واقليم الرشيديه وايضا اقليم زاكوره وورزازات. طاطا اللي في الحقيقه تستغيث، فهل من مغيث؟ اكيد تبارك الله وما شاء الله، فالله يعطيها لنا على قد النفع حفاظا. الحمد لله كنا يعني كنشهدات المملكه المغربيه سنوات عشاف من الجفاف، والان يعني كنشوفوا الحمد لله حموله مهمه اللي كتنتعش بها المنطقه الان. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل متابعي قناه شوف تي في اللي راكم معنا في هذا البث باش اننا نوصلوا معلومات مهمه لكل مستعملي للطريق ويتوخاو الحيطه والحذر. والحمد لله على سلامه كل المواطنين والمواطنات اللي دازوا الان. ايوا كنا عرفناها كنجيبو بوط. فشكرا جزيلا لكل متابعي قناه شوف تي في، وشكرا على التعليقات ديالكم وايضا على البارطاج وكذلك ديالكم المهم اللي بغيناه يكون بكثره باش انه كل مستعملي الطريق اللي هما جايين وخصوصا المدن الجنوب الشرقي انهم يسمعوا التعليمات السلطه المحليه. مشكورين من قياد وبشوات وقوات مساعده ورجال ونساء ورجال الدرك الملكي ونساء ورجال الامن الوطني، مشكورين حفاظا على امن وامان واستقرار كل من اقليم ميدلت ومجموعه من اقاليم المملكه المغربيه العلويه الشريفه. فاكيد انني كنبعث قناه شوف تي في بجهه درعته فيلالت. اشكر جزيل الشكر كل من قياد وبشوات وكل المسؤولين الغيورين من اقليم ميدلت اقليم الرشيديه واقليم زاكوره وورزازات حفاظا على سلامه المواطنين. الحمد لله، اللهم صيبا نافعا واعتذار تام لكل المتابعين والمتابعات. فاكيد انكم غادي تبقاو معنا في هذا البث هذا باش اننا نستمر وكذلك في الطريق ونشوفوا الطريق يعني كي دايره يعني في اقليم ميدلت دخولا ان شاء الله الى اقليم الرشيديه. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل متابعي قناه شوف تي في، اكيد بغيناكم تبقاو معنا باش نشوفوا وكذلك الطريق الرابط بين النزاله في اتجاه الريش وجبل العياشي وايضا جبل النزاله. اكيد انهم انتعشوا بحموله اللي هي جد مهمه. فتحية مجددا كبيرة لرجال القوات المساعدة وأيضا رجال السلطة المحلية حفاظا على سلامة كل من المواطنين ومستعملي الطريق. لهذا أجدد شكري لكل من القوات المساعدة وأيضا رجال الخفاء. تبارك الله عليكم. فحياهم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج أرض الوطن، وجد ويعني وشكر مجدد لقائد المنطقة والقوات المساعدة وأيضا لكل بشوات وجنود خفاء إقليم ميدلت وإقليم الرشيدية وإقليم زاكورة وورزازات كوني مبعوث قناة شوف تي في بجهة درعة فيلالت.
فنستمروا متابعي قناه شوف تي في في هذا البث الى بقيتوا معنا، ونشوفوا الاجواء يعني كيفاش دايره، وخصوصا يعني بالطريق الرابطه بين النزاله في اتجاه الريش. استغفر الله. فاللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وشكر جزيل لكل السلطه المحليه اللي قامت بواحد الواجب كبير ولا تنام ليل نهار لتسهيل ماموريه مستعملي الطريق في مدن الجنوب الشرقي. تقول يا عشق خالد التيجاني، غادي نقرا يعني ايضا التعليق ديال خالد التيجاني. خاص الاشغال على هذه المحاور الطريقيه لازم يكونوا قنوات اللي مر منها هذه المياه. اكيد هناك عاصفه مطريه قديمه الساعه الخامسه. ايوب الله يحفظ، فالله يحفظ، فالله يحفظ كل ساكن المنطقه. الله يحفظك، شكرا لكم، تبارك الله عليكم. فأكيد شكر مجدد للقوات المساعدة ورجال السلطة المحلية مشكورين، حفاظا على لكل مستعملي الطريق الوطنية رقم 13. فتبارك الله عليكم. هنا متابعي قناة شوف تيفي كيف ما كتشوفوا عدد السيارات اللي كاين هنا، واللي في الحقيقة السلطة المحلية قايمة بواحد الواجب كبير تجاه مستعملي الطريق باش انهم يسهلوا مأمورية الطريق. لهذا مزيد من الحيطة والحذر لكل مستعملي الطريق الوطنية رقم 13 والرابطة بين ميدلت والريش او الريش وميدلت، وخصوصا هنا بالنزالة جبل النزالة وجبل العياشي اللي هو شهد حمولة مهمة. فاللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. التليفون مسكين راعي، لا اله الا الله. هناك ربما في طريق، فنستمروا في هذا البث هذا وخليكم معنا ونشوفوا الاجواء ومعاناه كل من ساكنه المنطقه. ربما ان هناك وضع اخر بالطريق الوطنية رقم 13، وأيضا سيارة كل من السيارات يعني واقفين هنا. أكيد يا ربي السلامة، أكيد يا ربي السلامة، هناك واد آخر هنا. فأكيد كيف ما قلنا متابعي قناة شوف تيفي كل من رجال السلطة المحلية واقفين حفاظا على أمن وأمان وسلامة المواطنين. هنا متابعي قناة شوف تيفي، واللي صدفة حنا يعني ما بعد يعني تقريبا ما كاينه يعني امطار قليلة، امطار قليلة، وجينا لقينا ايضا واد اخر هنا بالطريق
الوطنية وكنشوفوا يعني رجال السلطة المحلية والقوات المساعدة وقوفا جانبا بجانب لتسهيل كل من مستعملي الطريق الوطنية رقم 13. نحاول ما امكن متابعي قناة شوف تيفي اننا نقرب لكم الصورة وتشوفوا يعني كيفاش وكذلك يعني رجال السلطة المحلية واقفين حفاظا على سلامة مستعملي الطريق، وكيفاش يعني الطريق يعني كتكون مقطوعة والانسان يعني ما يزربش وما يزعمش فيها، لانك يشوف ربما ان السيارة ديالو تقدر تدوز. لهذا كنشوفوا يعني القوة ديال الماء اللي كتخلي انها تقدر تدفع السيارة ولا قدر الله نوقعوا يعني في شي كارثة اللي هي كبيرة. لهذا توخوا الحيطة والحذر، ورجال السلطة المحلية مشكورين الحمد لله، راه كنشوفوهم يعني واقفين جنبا بجنب لتسهيل كل من مستعملي الطريق وخصوصا الأودية اللي هي حاملة بزاف والطريق اللي هي مقطوعة. أكيد أنهم عيون لا تنام من رجال درك ومن قوة مساعدة وأيضا من سعادة القائد ومسؤولين شرفاء لهذا الوطن اللي في الحقيقة كنشوفوهم ما كينعسوش ليل نهار باش أنهم يسهلوا مأمورية مستعملي الطريق. اكيد سي رشيد اللي كيقول لك هذا الطريق يعني صعيبه شويه وخصوصا وقت الشتاء، فيعني كانت زخات اللي هي مطريه جد قويه ورعديه اللي شهدتها يعني اقليم ميدلت واقليم الرشيديه واقليم زاكوره واقليم ورزازات، والان يعني كنشوفوا يعني خسائر بشريه في اقليم طاطا. فحفاظا على سلامتكم كنتمنوا انكم تشوفوا شي واد اللي هو حامل ولو شويه ولو قليل، صنتوا تعليمات رجال السلطه المحليه وايضا ما تغامروش. فنستمروا متابعي قناة شوف تيفي. تغطيتنا مستمرة متابعي قناة الشعب لنقل كل فيضانات وايضا الحمولات الوديان اللي تعرضت لها يعني مجموعة من اقاليم المملكة المغربية العلوية الشريفة، وايضا الخدمة الجبارة اللي كنشوفوها وكنشاهدوها من رجال قوة مساعدة ورجال سلطة محلية موفقين ان شاء الله، جنود الحمد لله اللي كنشوفوهم حفاظا على امن وامان واستقرار المملكه المغربيه العلويه الشريفه مشكورين. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل متابعي قناه الشعب. فحيا الله ايضا المديريه للطرق وزاره النقل اللي في الحقيقه يعني واقفه على الشده والفاده وكذلك لتسهيل كل ماموريه مستعملي الطريق. فتبارك الله عليكم. بلاد خايف امس الحاجه الى هذه الماده الحيويه، نحمد الله ونشكره موصول لرجال السلطه الصاهرين على سلامه المواطنين. اكيد فتبارك الله عليهم يعني سلامه المواطنين يعني حفاظا عليها. كنشوفوا رجال السلطه المحليه وايضا وزاره النقل هنا مديريه النقل اللي في الحقيقه وكذلك دايره خدمه جباره باش انهم يسهلوا ماموريه الطريق. وكنحاولوا ما امكن اننا نقول لكم اجواء هذه المنطقه، فمزيد من الحيطه والحذر لكل مستعملي الطرقات ديال مدن الجنوب الشرقي. فهانتوما كتشوفوا الرجال الحمد لله اللي مثلهم بغينا اننا كنشوفوا مثل سعاده القائد يعني فوق القمم باش انه يعطي مجموعه من التعليمات ديالو ويغامر وكذلك حتى هو بالروح ديالو هو ورجال القوات المساعده وايضا اعوان السلطه لوقفا جانبا بجانب لتسهيل كل من مأمورية مستعملي الطريق وسلامة المواطنين.
بالنسبه لمراد النجار اللي كيقول لك اش من المنطقه هذه، هذه منطقه ديال اقليم ميدلز وبالضبط بزيده بنزله. النزله الطريق ديال النزله هذه شفنا يعني واد النزله، وكذلك شفنا الواد ديال النزله، وحنا غاديين يعني الى مدينه في اتجاه مدينه الريش، الا وانه كنشوفوا واد اخر يعني حامل هنا، وكنشوفوا ايضا رجال السلطه المحليه اللي واقفين يعني جنبا بجنب لتسهيل ماموريه كل مستعملي الطريق، وايضا مديريه النقل بالالات. بالالات باش انهم يسرحوا وكذلك الطريق. كنشوفوا الحمد لله شكر جزيل للمسؤولين كبار خفاء اللي في الحقيقه تيعطيو تعليمات صارمه، تعليمات صارمه للكل يعني لكل من القياد واعوان السلطه وقوات مساعده باش انهم يسهلوا ماموريه الطريق حفاظا على كل من سلامه المواطنين. فحفاظا وامنا وامان على سلامه المواطنين. كنشوفوا رجال السلطه المحليه واقفين جنبا بجنب، فحياهم الله تبارك الله عليهم. كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تي في، لازلنا نستمر مستمرين معكم في هذا البث هذا باش نشوفوا شنو وقع في طرقات مدن الجنوب الشرقي، ونتمنوا ان البث ما يتقطعش. ونحاولوا ما امكن نقلوا لكم يعني الاجواء ديال مدن الجنوب الشرقي، وخصوصا في هذه الفيضانات والاوديه اللي حملت. وايضا نبهوا كل من مستعملي الطريق انهم يردوا البال. الله يهديك. هذه احنبه محمد، هذه رساله وكذلك من احنبه محمد اللي كيقول لماذا لم يشيدوا القناطر مرتفعه حتى تسمح بالمرور رغم الفيضانات. وراه هذه غير ماشي قنطره كاع، هذا فقط غير الطريق. هذه غير طريق وطنيه، واللي كنتمنوا انها تكون رساله واضحه لكل مسؤول غيور على مسؤولينا انهم يردوا البال. تبارك الله عليكم. حتى الساكنة تبارك الله عليها واقفة يعني جنب بجنب. اعتذار تام لكل المتابعين والمتابعات، كيف ما قلنا باننا كنحاول ما امكن نقلوا لكم الاجواء. نحاولوا نوقفوا هنا ونديروا ونفيكسيو هذا الهاتف هنا، ونحاول ما امكن ندوزوا هذا البث على حق وطريق.
اعتذار تام لكل المتابعين والمتابعات. بغينا فقط اننا غير نقدو يعني الهاتف باش اننا نستمروا معكم في هذا البث هذا ونشوفوا الاجواء وكذلك معكم. ويدوز البت يعني كمعلومات لكل مستعملي الطريق. أتمنى تكون الآن يعني الصورة واضحة لكم. خير ان شاء الله خير. اعتذار تام لكل المتابعين والمتابعات لانه حاولت ما امكن فيكسي الهاتف لان السيبور ديال فيكساسيون في السياره حتى هو خسر. لا اله الا الله. ونحاول ما امكن كيف ما قلنا نقرب لكم فقط الصوره. حياكم الله والشكر الجزيل لكل متابعي قناة شوف تيفي اللي مازالين معنا في هذا البث هذا واللي كيحاولوا ما امكن متابعي قناة شوف تيفي انكم تبارطاجيو على اكبر نطاق باش ان كل من مستعمل طريق ديال المدن الجنوب الشرقي انهم يتوخاو الحيطة والحذر تزامنا مع الدخول المدرسي. فالله يحضر السلامة. امطار رعدية جد قوية اللي كتشهدها المنطقة، فلهذا مزيد من الحيطة والحذر لمستعملي الطريق الوطني رقم 13 والمؤدية إلى ميدل، سريش، الرشيدية، قلميمة، تينجداد، يعني يحاولوا ما أمكن أنهم يتوخوا الحيطة والحذر لكل من مستعملي الطريق خصوصا المدن ديال الجنوب الشرقي. فنتمنى الآن أن تكون الصورة واضحة لكل المتابعين والمتابعات. ونتمنى يبقى الهاتف يعني بلاصتو باش أننا نستمروا في هذا البث هذا ونشوفوا الطريق الوطنية رقم 13 من مدينة، احنا جايين يعني من زايدة مدينة ميدلت
في اتجاه مدينة الريش. جوج وديان اللي كاينين واد ديال النزالة وكان الواد المجاور له انهم يمشيو بالشوية ويتصنتوا وكذلك تعليمات السلطات المحلية اللي هي في الحقيقة جد مشكورين على الخدمة الرائعة ديالهم حفاظا على سلامة المواطنين. وحنا في هذه الاثناء متابعي قناه شوف تي في في اتجاه مدينه الريش ونشوفوا شنو واقع في مدينه الريش، علما ان مجموعه من التعليقات ديال المتابعين والمتابعات اللي كيقولوا لك بان انقذوا ما يمكن انقاذه من اقليم طاطا طاطا يا طاطا. واش غادي نقول الله يحسن عوان كل المتابعين والمتابعات اللي كيشوفوهم في المنازل ديالهم وكذلك هذوك الصور ديال الفيضانات في اقليم طاطا ومفقودين مازالين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فنتمنوا إن شاء الله أن تدوز الأمور على ما يرام. أكيد أن في هذه الجبال هذه أكيد أن الخط غادي يقدر يتقطع، ولكن كنتمنى أنه يستمر ونستمر معكم في هذا البث هذا ونقلوا لكم الاجواء وكذلك ديال الوديان والحموله المهمه اللي شهدتها اقليم ميدلت واقليم الرشيديه. فالله يرضي عليكم والله يحفظكم. اكيد انهم عندكم عائلات ديالكم، عندكم الابناء ديالكم، عندكم خوتكم، عندكم الاصدقاء ديالكم، فمزيد من الحيطه والحذر لكل من مستعملي الطريق الوطنيه رقم 13 دخولا الى الريش ولا ميدلت حتى للرشيديه انهم يمشيو بشويه عليهم. ها انتم في هذه اللحظات قطرات خفيفه مطريه اللي ان شاء الله بغيناها تعود بالنفع لكل ساكنه المنطقه وما يوقعوش وكذلك كوارث بشريه. فالله يحضر السلامة. انتم شفتوا شنو عشتوا معنا وكذلك وعشنا معكم زلزال الحوز في 8 في شهر 9 والان يعني كنعيشوا معكم في 8 شهر 9 وكذلك فيضانات 2024 فيضانات باقليم طاطا وزاكورا وورزازات ومدن الجنوب الشرقي. فالله يحفظهم حفاظا كريما يا ارحم الراحمين يا رجاء السائلين. ما شوف يعني شوف وجوههم لان في الحقيقه بنيه تحتيه بنية تحتية اللي هي مهلوكة في اللي هذا. يعني كنتمنى من كل المسؤولين والمنتخبين انهم يردوا البال لهاد الساكنة هادو فالله يحسن لهم العوان. هل الفلاحة اللي هما كيعتمدوا عليها مشات؟ زيد على ذلك الجفاف قتل كل شيء. فالله الحمد لله يعني صيبا نافعا وغيثا نافعا ننتعش به، لكن على قد نفع يا الله لان الساكنه مساكن على قد الحال. وانتم معنا في هذا البث بغينا كل المتابعين والمتابعات انهم يقولوا لنا منين كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر وايضا كيف دايره الاجواء عندكم، واش كاينه شي شتاء واش ما كاينه شي شتاء، خصوصا بغينا شي اطمئنان على اقليم طاطا، بغينا اطمئنان على اقليم ورزازات، بغينا اطمئنان وكذلك على اقليم زاكورا اقليم الرشيديه. وهذه هي الطريق متابعي قناة شوف تي في الرابطة بين ميدلت في اتجاه الريش فالله يحفظ اللهم والحمد لله أن هذا على الأقل أن الطريق اللي كانت رابطه بين مدينه الريش لميدلت انها تقدات، ما بقاوش دوك المنعرجات اللي هما جد خطيره اللي كيوقعوا فيها مجموعه من الحوادث ديال السير. يعني كيف ما قلنا عذرا واعتذارا لكل المتابعين ان انقطع هذا البث نتيجه يعني الشبكه اللي كتكون ضعيفه بالطريق ديال في اتجاه مدينه الريش.
فالله يحفظ كل ساكنة المملكة المغربية العلوية الشريفة. أكيد بغينا كل المتابعين والمتابعات يقولوا لنا وكذلك ملي كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر ويعطونا اطمئنان حول ساكنة إقليم ورزازات وزاكورة. وإقليم وكذلك طاطا. الله يحسن العوان. هناك مجموعة من الأسر اللي انقطعت يعني انقطع الاتصال بينهم وبين العائلة ديالهم وخصوصا بإقليم طاطا، فالله يحفظهم يا أرحم الراحمين يا رجاء السائلين. وحنا مازالين متابعي قناة شوف تيفي مستمرين معكم في هذا البث إن شاء الله إلى ما تقطعش يعني دخولا إلى مدينة الريش. وأيضا المزيد من الحيطة والحذر لكل من مستعملي الطريق الوطني رقم 13. والآن يعني كنشوفوا سماء صافية في اتجاه مدينة مدينة الريش عفوا، مرورا على النزالة اللي كانت في الحقيقة كان الواد يعني حامل واد النزالة، واللي كنتمناو من كل مستعملي الطريق انهم يتوخاو الحيطة والحذر وبشوية عليهم في الطريق لان الماء خطير وخطير جدا. فكنشاهدوا يعني في مجموعه من مواقع ديال التواصل الاجتماعي سيول جرفات مجموعه من السيارات وايضا حتى الخسائر البشريه اللي كانت وكذلك في اقليم ورزازات، والان يعني كنشاهدوها الله يحضر السلامه في اقليم طاطا. ابو ابتسام اللي كيقول لك وكذلك نسال الله السلامه. وايضا ايوب محمد الكثير من الاشجار المثمره واشجار النخيل جرفتها السيول، وايضا من الحبيشات وهناك اضرار كبيره لفلاحه في المناطق الجنوب الشرقي. نسال الله السلامه، اللهم احفظنا من كل سوء يا ارحم الراحمين يا رجاء السائلين. مجموعه من تعليقات متابعي قناه شوف تيفي، متابعين اوفياء اللي في الحقيقه ينورون قناه شوف تيفي بمجموعه من التعاليق وايضا يناقشون معنا مجموعه من مواضيع تهم المناطق ديالهم. فلهذا ما بغيناش خسائر بشريه، كنتمنى من كل مستعملي الطريق انهم يمشوا بشويه، خلوا عائلات، خلوا اصدقاء، خلوا خوت، خلوا احباب. لهذا المزيد من الحيطه والحذر لكل مستعملي الطريق الوطني رقم 13 كنبعوث قناه شوف تيفي بجهه درعه تافيلات. والان اقوم بجوله الى كل من مناطق الجنوب الشرقي
لنقل فيضانات وأيضا سيول لجرفت مجموعة من ساكنات المنطقة، وهناك أضرار وكذلك مادية وبشرية. فلطفك يا أرحم الراحمين يا رجاء السائلين. وأيضا يعني كيف ما شهدتوا معنا وشفتوا رجال السلطة المحلية مشكورين واقفين على الشدة والفادة لتسهيل سلامة المواطنين ومستعملي الطريق، واللي جاهدنا يعني مجموعة من الأقاليم ديال المملكة المغربية العلوية الشريفة، الله يحسن عوان، مجموعة من الساكنة خرجات من الديور ديالها لأن أغلب المنازل بالطين وخرجات باش أنها تنقذ الروح ديالها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناك ايضا نشرة انذارية واللي كتقول بان هناك زخات رعدية قوية لهذا لكل مستعملي الطريق اجلوا سفركم او انهم بسيو بشوية، توخوا الحيطة والحذر وما تهوروش وكذلك في الطريق. هذه هي النصيحة اللي غادي نقدر نقول، وايضا هذا هو الرساله اللي بغيت نوصل لكل المتابعين. السلام عليكم، فين ما كيسدوا الحمام على الناس الضعفاء، حيت شكون كيمشي للحمام هنا؟ حسن يا بن جبلي، السلامه يا رب ادريس يحيى، وايضا ريحان الامل، نسال الله السلامه ويا رب تلطف بنا. مؤمن انا كنقرا كنحاول ما امكن، انا في الطريق وكنحاول ما امكن انني نقرا يعني التعليقات ديال المتابعين. فهنا يعني كنتمنى لكل المتابعين